يعني العب الباي 1 باي 1 هذا اول تمرين. بعدين نقدر ناخذ بار متعرج واسع مسكه كذي ضيقه ولا واسعه؟ لا واسعه. حلو. بعده تاخذ جهاز تركيز ضيق ضيق. حلو. اي حلو وايد. اذا مبتدئ المشترك تقدر تعطيه ثلاث تمارين. انا المشترك اليوم. انا بكلمك على العامه. زين انا شو اسوي؟ انت إيه؟ تلعب اربع تمارين بس. اربع تمارين ثلاث جولات. حلو. يعطيك العافيه كابتن. مش مقصر. قواك الله حبيبي. وايد يسالوني عن برنامج مستر مصر تحديدا التمارين اللي تطلع وياكم في كل حلقه. فحبينا من خلال البرنامج اليوم نخصص لكم يوم خاص في الباي والتراي. نوديكم الى رحله جميله لهذه التمارين مع الكابتن يوسف فخري واللاعب حسين المعراج. بنعيش معاكم جو تمرين الباي اللي وايد يعانون المشكله فيه طريقه انه مو عارفين يوصلون الحجم اللي يبونه، مو عارفين يشرحون الباي يخلونه بشكل حلو وايد. اليوم بتعرف على السوالف هذه والاسرار مع مثل ما قلنا يوسف فخري وحسين المعراج، لكن في اي برنامج؟ في مستر ماسلز بعد الفاصل. مساك الله بالخير كابتن. مساك الله بالنور. يعطيك العافيه. حياك الله حبيبي. كابتن يوسف فخري رحب فيك ويانا ببرنامج مستر ماسلز. الله يحييك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. حبيب قلبي. حبيبي. كابتن حسين. حبيب قلبي. قواك الله. الله يقويك. اليوم انت بتتعب وايد. لا ولا. التمارين اللي بيقولها يوسف اليوم انت بتسويها. من عيوني. حاضر. الله يعينك ان شاء الله يا رب. حبيبي. قلت في المقدمه انه وايد يسالوني عن تمرين الباي والبعض يسال ليش العضله عندي ما تكبر؟ ليش ما تطول؟ ليش قصيره؟ ليش ايدي قاعد تسوي من الحديد؟ ليش ما تشرح وتبين التقاسيم اللي فيها؟ فاليوم بنعيش معاك هذا الجو. حلو. ايش عندنا اليوم في الباي وشنو الباي؟ خلينا نوصل حق الناس شنو عضلات الباي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء نتكلم عن عضله الباي، هي عضله اساسيه. نعم. عضله جماليه في الجسم. لها ثلاث رؤوس، لها ثلاث تمارين اساسيه. نعم. اللي هو تمارين التبادل اللي هو الحركه حرك العضله في النص، ولها الخارجي ولها الداخلي. حلو. فهذه اكثر الشباب يعني يتمرنونها على اساس الشكل الجمالي في اللبس في القوه، لان مثل ما تعرف الايد كل شيء تستخدمها. نعم. شيلة الشيء في الحطة في الأمور هذه. بالمكاسر شوي مرات. المكاسر هذا. إيه؟ هذا عصب بعد شيء ثاني غير الباي يبي له عصب. حلو. فمثل ما قلت لك هذه عضلة أساسية في الجسم كله وأي لاعب يحتاجها وأي شخص يحتاجها. حلو. كابتن يوسف أنت أول ما تجي مثلا النادي شفت المعدات شفت اللاعب اللي معاك وتقول الحين العب باي، شنو تفضل أول تمرين باي يلعبه؟ يعني اليوم. نعم. بالحلقة هذه إيش راح نلعب بالضبط؟ اللي انا اسويه اول ما العب العب التبادل اللي راح نلعبه اول تمرين. كم جوله غالبا تسويه؟ ثلاث تمارين اربع جولات. حلو. او اربع تمارين ثلاث جولات. لا احنا نتكلم عن التمرين الاول اللي هو اليوم. تمرين اربع جولات. اربع جولات ثلاث تمارين. ثلاث. حلو. تمارين اربع جولات. حلو. زين. وغالبا المبتدئ المتوسط المستوى المستوى عالي. نعم. نفس التشكيل هذا ولا لا لا نظام اخر؟ طبعا لا نظام ثاني. في بعضهم كل على حسب وضعه، فئه المبتدئين غير، اللي نص ونص غير، المحترف غير. حسين من اي فئه الحين؟ حسين على فئه ما يحتاج هذا ابو علي هذا ما يحتاج. يعني اشكره يحبه. اشكره ما يرضى عليك. ايه. ترى على فكره. ايه. السؤال كان ملغوم هذا. عرفت؟ ايه. لازم بس عرفت سكنها. ايه. وقول على طول. على طول. عيل نبلش مع ابو علي. بلش. يلا حسين. هذه ان شاء الله وايد مهمه. ايش موضوع حسام؟ هذه اهم شغله حق اللاعب اساس تمنعه من الاصابات. اصابه الظهر. اصابه الظهر خاصه الظهر، العضله القطنيه هذه تصير اخر الظهر، هذه معرضه للاصابه بسرعه وما تتحمل وايد، ما تتحمل وزن، فلازم يشد عليها في الحزام اساس يمنع نفسه من الاصابه. الكابتن يوسف فخري يعني اشترى قال لكم اياها بشكل واضح، الحزام مهم في تمارين الحديد لان ممكن العضله القطنيه تتعور. الباي التبادل الحين عدل؟ نعم تبادل. هو للكوع يثبت الكوع، يثبت الكوع ويحرك بس الساعد. تبادل واحده واحده. حلو. مثل ما نشوف اليد كامل. حلو. فيها تركيز نوعا ما. لازم فيها فره ولا فيها ثبات؟ لازم الفره اساس. ايه. العضله تاخذها كامله من النص. حلو. وفيها ثبات. حلو. عشان العضله تاخذ احتياجها من التمرين. وتجمل اي شكل بالباي بالضبط؟ يعني تركيزها وين؟ تركيزها بالنص. بالنص. مع الاطراف يشغلون الاطراف بس تركيز الاساس. بس الاساس هو النص. بالنص. ما في روح تعال. نعم. ممتاز ممتاز. البادي بيلدينج لعبة كمال الأجسام، لعبة تعتمد على الجمالية العضلية، تعتمد على الشكل العضلي. كل اللي نقدر نحتاجه على المسرح أو فوق الستيج أثناء البطولات إني شلون أقدر أعرض جمال العضلة. جمالية العضلة تنعرض بسبع أوضاع أساسية عندنا
ويسبقها الوضع الحر العام. كثر ما أنت وقفت وأديت الوضع بالشكل المطلوب بالتقنية المطلوبة، ما طلعت خارج إطار الوضع، تكون أنت أديت الأمر اللي عليك بأجمل صورة وطلعت بأجمل صورة على المسرح. أول وضع نبلش فيه الوضع الحر. الوضع الأمامي الحر دائما يكون الوضع هذا بالنسبة للحكام، الحكم دائما يشوف الوضع الأمامي الحر على أساس إنه شنو؟ على أساس إنه يقيس جمالية اللاعبين الموجودين. جمالية اللاعبين الموجودين بالوضع الأمامي الحر طبعا بعض الأخطاء اللي تصير هي تتأدى، هي الوضع الأمامي الحر لازم يكون بالشكل هذا، الإيد تكون مبطلة، الصدر يكون مرتفع فوق، البيطان اللي هو أسفل عضلات الظهر السفلية اللي هي تحت العلوية عفوا البيطان تكون مفرودة. الحكم بالوضع هذا يبي يشوف الصدر، يبي يشوف الأكتاف، يبي يشوف الذراعات، ويبي يشوف المعدة والريش، يعني يشوف الشكل بصورة عامة. في ناس تأخذ الوضع الأمامي مثلا تكون من ثني إلى قدام، بالطريقة هذه أنت راح تكون خاطئ. في ناس يأخذونه مثلا راجع لي ورا وايد، هذا راح يكون خاطئ. في ناس ترفع إيدها لفوق بالشكل هذا لفوق، راح يكون خاطئ. أنت تكون بشكل معقول لأنه هو بيشوفك بوضع معقول، إيدك مرفوعة، عضلاتك كلها واضحة وتكون ثابت. في ناس ترجف يأخذ الوضع ويتعصر بشكل سريع، راح يكون في شكله مهتز على المسرح. أنت اللي محتاجه إن تكون بالشكل هذا، شاد عضلات معدتك، رافع البيطان، وشاد ذراعاتك بشيء بسيط عشان تطلع بصورة سليمة كبداية أول مرة على المسرح. اليوم كنت في النادي صبيت ماي من كل تمرين. احنا الحلقه هاي خلصت التمرين هذا، لكن بنختم الحلقه مع جوله ثانيه مع كابتن حسين، وابي ابرز السلبيات وهي تمرن تقولها. احنا خلصنا بس سمعوا ابو علي عندك الحديد، يلا على ما تجهز. انا ما عندي باي عندك كان اكتاف، فهي شلون ابرز السلبيات؟ ايدي تكون كذي ولا كذي؟ المفروض انها تكون بالامام الايد نفس الوضعيه. ايه ثبت الكوع، ثبته، صعد الباي، ايه شد عليه ثانيه او ثانيتين وانزل. حلو، هذه مو سلبيات طبعا، هذا هو التمرين الصحيح للعضل. والسلبيات ابو علي انت اكيد مر عليك ناس وايد يسوي شيء غلط. السلبيات فورنا الغلط هذا مع الختام. السلبيات هذه اللي يبوك فيها يساعد فيها اللي ظهره يلعب لورا، اخذ اصابه على طول. ايوه ايه هذه فيها خطوره طبعا. سمعتوا الكابتن حسين والكابتن يوسف، الحلقه الجايه معاكم تمرين ثاني لعضله الباي، وشيكوا يا جماعه الاشياء هذه غلط وهذه غلط، لا تتعورون. في امان الله.